السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. هذا وليد خالتي، هاك تعرفه، لازمك تهلا فيه. هذه هي الفضل أخويا. الريق الهوك قرص. وش هو؟ سامحني دقيقة برك، نخلص مع سيدي. معليش معليش، أنا نروح نجيب خاوي نعاود نولي. يا هاك من هي. كالعادة وككل يوم نختار موضوع نناقشه معكم. وموضوع هذه الصبيحة الطب البديل، أو بلغة أخرى سمير، التداوي بالأعشاب. البعض يفضل مهما أصابه شيء أن يذهب إلى الطبيب لتشخيص حالته، والبعض الآخر يلجأ إلى خزانته أو محل مختص لاقتناء عشبة تخفف من ألمه. يعني في رأيك في زوج ملاح؟ بيان سور أختي، جربيها من روحك. بعيد الشر يكون يقيسك برد، شربي كاس تيزانة ترتاحي، وكون تاني تشربي حبة باراسيتامول كيوجعك راسك يحبس. أحسن ما كيف كيف. ما كاينش ملاح. حبيبي يا شطار، حبيبي يا شطار يا خويا، واش صار؟ واش كاين أخويا؟ غير خير أخويا، غير خير. هاني على المخلوق هذا اللي يهضر في البوسط، قالك كي تيزانة كي الباراسيتامول. إيه إيه. اسمع اسمع، تيزانة حيتها تعرف العالمين. إيه خلق هربي، والباراسيتامول اللي يهضر عليه تاع العبد. بارك الله فيك يا سي، في هذي راك عندك حقك. هاي هاني جبت لك القهوه. يا اخي ما قلقتش؟ لا نقلق، ما نقلقش يا سيدي، راني على كيف. ها راني على كيف، علاه نقلق؟ علاه؟ هاك من القهوه، هاك هاك هاك، هاني جاي، هاني جاي. اسمع، هذا او شويه بو عريفو، فهمت؟ دير فيا مزيه. مزيه هي تبوه المزيه اللي عندي هذه. كان حبيتك تلهيه، ما تخليهش يخرج من الحانوت خلاص، فهمت؟ او يدير لي المشاكل. عندي واحد البريكوله صغيره برك، هذا ما كان. يلا يعطيك العقل اللي هيه. وعندي هنا في المحل، انت واش بيك؟ ليه هذا الطفل صغير يضع في صباعه؟ يا يخليه يعاونك، واش بيك؟ اسمع، لقى له كاش بريكولا هكذا، ما على باليش يغسل الشعر تاع الناس يكنس. هاي هاني نروح ودوك نولي. اوكي اوكي، روح روح. ومعنا مكالمه. الو، اني انا ما عرفتينيش. لا لا، ما عرفتكش، شكونتي؟ اني الهام. الهام صديقتنا الدائمة. إلهام، وش به صوتك؟ أنا مريضة في حالة، عندي سطر في ضرستي. ربي يجيب لك شفاء، ربي يجيب لك شفاء. قولي لي، رحتي للطبيب؟ لا أنا ما رحتش. إما أنت هي تفضلي الطب البديل. خايفة يعود ينحي هالي. إلهام قولي لي يا أخي، على بالك علاش راني نسقسيك؟ على بالي على بالي، على خطر هذا هو موضوع الحصة، وعلى هادي أنا دايما نعيط، خاطر أنا هي المستمعة لست مريضة. هذا دليل بوفائك يا أختي إلهام. بصح أنا ننصحك باش تروحي للطبيب، ما تخافي ما والو. وعلى هذا يا حبيبي يا سطر، يا حبيبي يا سطر، يا خويا واش كاين ثاني؟ واش صار ثاني؟ لو المخلوقة هذه اللي تهضر في البوسط، المرأة وجعت هضر سطها قالت لها روحي للطبيب، وهذه تاع الطبيب هذه. يا خويا وانت وين على بالك؟ كيف حتى عرفت؟ هي قالت لها فمي من فوق، هي باينة. ما عندكش النمرو تاع البوسط هذا؟ النمرو تاع البوسط؟ انت واش حدير به؟ حيت انا هذا ما كان على وجه ربي. على الاقل نقولها على واحد الدواء. هو انا فمي بكر رايب وما رحتش للطبيب، عمري لا رحت للطبيب. منك بالصحة؟ هما انا تمسخروا، تمسخروا حنايا. نقولها على دواء ضربه ضربه، سال المجرب وما تسالش الطبيب. قلت النمرو تاع التليفون. ومعنا مكالمة من صديقنا فريد. صباح الخير عليك. اموش انا اللي حنهضر معاك، واحد صاحبي هو اللي حيهضر معاك. معليش، مرحبا به. صباح الخير. شوفي يا بنتي، انا نقول لك اول خطره نهضر في البوست. نتمنى ما تكونش اخر مره. واش تقدر تقول لنا على الموضوع نتاعنا؟ ها محسوب على المخلوقه هذيك اللي كانت تهضر درك درك برك في البوست.
شكون هاد المخلوقه اللي راك تهضر عليها؟ اللي وجعت هاد الصطه. صديقنا الهام، اما انت رايح تشجعها باه تنحي الخوف وتروح للطبيب. لا بالعكس، انا راح ندير لها وصفه بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله درست هذه ما زيد تقول عي. اما انت من مؤيدي الطب البديل؟ والله يا بنتي ما نفهم هذه اللغه تاعكم هذه، يعني بكل صراحه. معليش خويا معليش، تفضل، واش راك حاب تقول؟ ماما اضربي. واش بك يا زربي؟ واش بك يا خويا؟ نحتيني زاد فيك الحاله. جبتي لي ورقه وستيلو. اضربي ورقه وستيلو. هذا وين وصلت؟ هاي هاي لك الورقه، هاوليك ستيلو. الو الو، يبدو ان المكالمه انقطعت. لا لا انا هنا انا هنا. اسمح لي خويا اسمح لي، والله غير حسب لي انقطعت المكالمه. لا لا انا كنت نستنى فيها تجيب غير ستيلو والورقه. هو تعرف باينه؟ واش هي اللي باينه؟ مانيش معاك، فاني معاها هي، على خاطر قالت كيف على بالو باللي راح نجيب الورقه والستيلو. كل واحد يسمع فينا هنا. من فضلك ازرب شويه، ازرب على خاطر كاين ناس تحب تتصل بينا كيما انت. زيد شويه خزاره ومع القرنفل، وزيد لهم شويه زعتر، دقدقهم مليح. ها دقدقهم مليح، تحطهم على درستها ضربه ضربه، ودركا بقاي على خير. على خاطر التليفون ماهوش تاعي، وانا ما نسيتش نقيس حوايج الناس غير 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 الحنان. معلمة، وين معلمة؟ باش نسقسيك طال. قولي كش ما نلقى عندك حشاوش تاع فرطيسة؟ فاش راك حاير؟ يا اختي الناس الكل نساوي الطب، وبكل راهم يدافعوا على الحشاوشة، سي با فريسا. لا لا راك غلط، الناس كامل اللي عيطت اليوم ما لغاوش الطب، بصح راهم يقولوا باللي كيروحوا له اثناء الاستعجالات، يعني اون كاد جورجونس. بصح يا اختي الحالات المستعصيه هذه تبدا صغيره، ولو ما نداويوهاش تولي كبيره. اما انت تفضل الطب العادي. بيان سور الطب العادي خير، وعلاش دركا كل ما نمرض نشرب اي حشيشه؟ ها ما على باليش واش راح يصرى لي من هذه الحشيشه. حتى ولا جربها واحد قبل منك؟ ولو استعملوها قبلي، على خاطر نفس الحشيشه تليق الانسان وما تليقش لواحد اخر، كيما البينيسيلين، كاين اللي اليرجيك لابينيسيلين مدام. صحيتي صحيتي دكتور. معليك والو، نزلي نزلي باش فعلي. هيا 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 غير بشويه يا ماما يا ماما. واسمك؟ الهام زادي. وشحال في عمرها؟ نقص نقص ما تخافيش. في عمرها 18 عام. ربي يبارك. دكتور انا 23 دكتور ماشي متزوجه مسكينه وانا ثاني. ربي يجيب ان شاء الله. نسكنوا غير حداك دكتور، ماشي بعد منا. سمحي لي دقيقه برك. الو الو الو، صباح الخير يا حكيمه. وي هاي تبارك الله، جات السلعه. ايه خلص خلصت. ايه خلصتي؟ وشي واجب يعني في قرب وقت. اها قول قول برك. 50 شكارة سيما، قنطار حديد، وثلث كمين ربل. خلاص هذا ما يلزمك. داكوغ ان شاء الله ان شاء الله، في الامان. صح صح بشفع لي ان شاء الله. اتفضلي وبشفى ان شاء الله. الله يسلمك يسلمك. على بالك باللي 3 سنين وانا نخدم حفاف، ومن بعد بطلت. واقيلا ما خرجتش عليك. هو انا اللي ما خرجتش عليها، ومليحه هذه هي. احبس. واش قاعد دير؟ وين راه فريد؟ وين؟ في دوك يجي. راه يقضي الحوايج ويجي. واش قاعد دير الراجل؟ نسيت باللي انا حفاف. ها؟ نسيت باللي انا نحفف. ما نسيتش ما نسيتش. بصح خلي الراجل ترونكيل. اخويا لا انت ماكش مزروب. اقعد سنة فريد، ولا انت مزروب روح خير. عقيل روح خير. خير وخير. السلام عليكم. السلام. لا يخليك الدوار، هي مريضة مسكينة. اكتيفي اكتيفي. اختي العزيزة، شكون عطاك هاد لوردونونس؟ طبيبة؟
جو بونس با كان هذيك سبتها طبيبه. شوفي واش كاتبين، 50 شكاره سيما، قنطار حديد، وثلاث كماين رمل. ايوا سيما والرمله والحديده، باغي ديري الضاله في فمك انت يا ها صاحبتي، زيدي لي بيت نسكن معاك. هاك هادي خليها واشربها اقرب. نخليها نشربها نخليها نشربها. وهذا هرسهم، وقبل ما ترقد ديرهم على راسك، اربط مليح وارقد وسني بخير. ما كاينش منها، كاينه منها. يا حفيد يا ستار، يا حفيد يا ستار، وش هو هذا؟ وش هذا الغشي هذا كل بشي شرب؟ يا روح ما شوف وش هو هذا؟ يا روح هو ربي يستر. يا حفيد يا ستار، يا حفيد يا ستار، كاينه منها كاينه منها. حكم هاني حكم هاني القادر السيد القادر. يا حفيد يا ستار، واش كاين واش كاين غير الخير؟ ما كان والو فريد، ما كان والو، تكسرت برك. اه بابا يا زربو عيطوا لامبيلونس زربو. يعني عيط لها، يعني عيط لها لامبيلونس كلاس. لا امبيلونس لا والو، انا هنا. يا بابا كل شيء. اما شي واش في هذا؟ اما شي واش في لعدد اليوم نقول لكم باللي الطب علم لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن فقط على ممارسيه أن يتحلوا بالجانب الإنسان قبل كل شيء. وهذا لا يعني الجميع، هناك أطباء نزهاء يسهرون على صحة الناس ومهمتهم الوحيدة مساعدة الآخرين. وكذلك بالنسبة للطب البديل فله أهمية أيضا، ولا يمكن لأحد ممارسته إلا إذا كان مختص في هذا الميدان. إما لا نقول لكم قوم على خير، ونلتقي معكم في حصة أخرى غدا إن شاء الله. باي باي. وعليكم السلام. واش حاكم؟ الحمد لله رانا من هنا. وش يكون زاد شويه حالته كانت راحت سوء. وين هذا اللي بكرشو ولا اللي مريض؟ هو اللي بكرشو، اللي بكرشو دارت له انتوكسيكاسيون. وش هو راهو منع منها. والاخر كيفاه؟ الاخر تمن ميزابرك تقدروا تشوفوه. واللي مريض بكرشو وين نقدروا نشوفوه؟ دوزيام اغوش. يا حمادك يا حمادك يا حكيم، بارك الله فيك. الله يسلمك يعيشك. هيا 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 نروح. وي وين تروح انت؟ اسمع، مازالك الشيء اللي درتو فيه وزيد تروح تقابلو بوجهك. هيا اقعد. اي با 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 با. Thank you.